السلام عليكم، يعطيكم ألف عافية. اليوم أكلتنا إن شاء الله تعالى كتير طيبة وخفيفة ولطيفة لأهل الشمال عنا في الأردن، اللي هي الكبة العبادية، اللي بتنعمل يا إما بالدجاج واللحمة يا إما بالدجاج لحاله. طبعا ما بدي أقولكم ما شاء الله ريحة كيف، وأكلة فيها قيمة غذائية عالية. تابعوني عشان تشوفوا خطوات عمل الكبة العبادية خطوة بخطوة. بتمنى أنها تنال إعجابكم، وشكرا لكم على متابعتي في قناتي. أول خطوة للكبة العبادية، طبعا بدنا دجاج مجروم. في ناس بحطوا دجاج ولحمة، وفي ناس بيستخدموا الدجاج لحاله. أنا عندي هون تقريبا 500 جرام من الدجاج مشفى من العظم، راح أحطه بالبلندر، وراح أضيف عليه بصل، عندي هون بصلة، وراح أفرمهم بشكل مزبوط. طبعا أنا هلأ هون عندي تقريبا 500 جرام، يعني ما يعادل صحن من كان من الدجاج. راح احط له بعد ما ينفرم مظبوط على البلندر، راح احط له 250 جرام برغل ناعم بعد ما ينفرموا مظبوط، وادعكهم مع بعضهم بالفلفل والملح وشوي من زيت الزيتون. بالوقت اللي بدنا نفرم فيه احنا في الدجاج هون، بدنا نحط قدر كاسه شاي زيت زيتون، وعندي هون بصلتين مفرومين جوانح راح احطهم فوقيها وادبلهم شوي خفيف، وبعدين اضيف عليهم الدجاج اللي انا جرمته، عظم الدجاج اللي انا جرمته. هلا زي ما انتم شايفين هيك اتدبل البصل تتبيله خفيفه، راح اسقط العظم اللي انا شفيت منه اللحم، وأحرك شوي مع البصلة، راح أضيف له بالمرحلة هاي معلقة فلفل أسمر. بسم الله. ورشة قرفة صغيرة، ومعلقة هيل مطحون صغيرة، خليهم عبين ما تتنشف مية العظم تاع الدجاج ويكون اخذ نكهة البهارة. راح اخليهم هلا. هلا هاي الدجاج عندي بعد ما انفرم على الماكينة، بسم الله، راح اضيف له زي ما قلت لكم 250 جرام من البرغل الناعم، راح اضيف له كمان معلقه صغيره من الهيل المطحون، معلقه فلفل اسمر، بسم الله، ومعلقه كمون، والكمون اختياري، ومعلقه ملح، وفنجان قهوة من زيت الزيتون. وهلأ بدي أدعكهم بشكل مظبوط مع بعضهم عبين ما يتماسكوا مع بعض مظبوط بالطريقة هاي. رح أضلني أدعك فيهم تقريبا لمدة ربع ساعة. زي ما قلت لكم في ناس بحبوا كتير يخلطوها مع اللحمة، في ناس مثلا بحبوا البصلة تاعتها تكون أكتر، هاي ترجع لكم. بضلني ادعك فيها لمدة تقريبا 10 دقائق ربع ساعة. وهي بعد ما عجنتها انا مظبوط دعكتها، البرغل مع الدجاج المفروم مع الفلفل والبصل وزيت الزيتون، بعملها هيك دوائر صغيرة وبضغط عليها شوي، يعني زي اقراص الفلافل، وبحطها على جنب وبكمل البقية بالطريقة هاي. هاي بدي اعمل وحدة تانية قدامكم، بسم الله. هاي الاكلة كتير كتير طيبة ومغذية وبالذات بالشتاء. وهي هيك بعد ما عملتهم وكورتهم، بقولهم بضغط هيك ضغطة خفيفة عليها هيك، هاي صاروا جاهزين هلا عشان احطهم بالطنجرة.
هلا هاي عندي الدجاج والبصل اللي نشفته، مش الدجاج، العظم تاع الدجاج، حطيت عليه فلفل وهيل وقرفه وبصل وزيت زيتون. هلا بصف الكبه بالطريقه هاي فوقيهم، بسم الله، وبكون على جنب حاطه مي بدي اغليها مع مكعب ماجي او مع الماجي النباتي. راح اكمل صفهم بالطريقه هاي. هلا بحط رشه الماجي النباتي، وعندي هلا مي مغليه راح اضيفها. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. ما بدي اياها يعني تكون غامره، اخر طبقه، اخر طبقه مش مغموره بالطريقه هاي، وبغطي عليهم وبخليهم عبين ما يتستوا مزبوط. هلا بس يغلي بوطي الغاز عليهم، بخليهم على نار هاديه عبين ما اسمع صوت الطقطقه تاعت الزيت والبصل والهيكة، بيكون خلص طبختنا بتكون صارت جاهزه. طبعا هون بالمرحلة هاي بس يكون غلا مندوق، إذا بده شوية ملح منزود له ملحته، منوطي النار شوي عليه ومنغطيه ومنخليه يتطبخ على مهله. وهلأ هيك وصلنا للمراحل النهائية لطبقنا اليوم، الكبة العبادية. سامعين صوت الطقطقة؟ هاي هي اللي بدنا نوصلها. بفتح على الطنجرة هيك، خلاص بتكون كل المي تشربت. شوفوا كيف، شايفين؟ صفى بس الزيت وطقطقة البصل، هيك الوضع عنا بيكون تمام. ما شاء الله الريحة ما بدي أقولكم كيف بتشهي بتشهي فعلا. بسم الله وما شاء الله. وهيك كبتنا العبادية صارت جاهزة، الريحة ولا أطيب. إذا عجبكم الفيديو بتمنى تعملوا لايك ومشاركة، وشكرا لمتابعتي.